نجاح كبير للدبلوماسية المصرية في التعبير عن مصالح الدول الشقيقة والصديقة في ظل ثبات مواقفها البناءة تجاه مختلف القضايا. ومن هذا المنطلق تحرص مصر دوما على المشاركة في مختلف اللقاءات والاجتماعات الهادفة لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق. لطالما كانت القضية الفلسطينية في صدارة أولويات الدبلوماسية المصرية في كل المراحل ورغم كل الظروف، ذلك أن دور مصر التاريخي تجاه أشقائها العرب أمر لا غنى عنه ولا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. ومن هنا تأتي القمم المصرية الفلسطينية المتواصلة أو القمم الدولية التي تنظمها أو تشارك بها مصر دعما ومساندة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الشقيق. وبينما تتبوأ القضية الفلسطينية صدارة الاهتمامات العربية منذ عام 1948، تحرص مصر على دعم القضية الفلسطينية من خلال دعم موقف عربي موحد مع تكثيف في مستوى التنسيق إزاء المستجدات والتحديات. وترعى مصر الحوار الفلسطيني وتتم استضافته في القاهرة في جولات متكررة، وذلك منذ 11 من نوفمبر عام 2002 بهدف مساعدة هذه الفصائل على تحقيق الوفاق الفلسطيني. وحرصت مصر على إبلاغ الفصائل الفلسطينية منذ بداية الحوار بأنها لا تشكل بديلا عن السلطة الفلسطينية وأن عليها جميعا التفكير في المصالح العليا للشعب الفلسطيني عربيا وإقليميا ودوليا. سعت مصر وتسعى بكل ما أوتيت من قوة لبذل جهود سياسية بشأن استعادة حقوق الشعب الفلسطيني من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 ومواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت في عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. الدبلوماسية المصرية نجحت في التعبير عن مصالح الدول الأفريقية والعربية والقاعدة العريضة من الدول النامية أعضاء الأمم المتحدة، لا سيما في ضوء المبادرات التي أطلقتها خلال فترتي رئاستها للمجلس وإعادة التركيز على الحقوق الفلسطينية، بما أسهم في اعتماد القرار التاريخي 2334 بشأن الاستيطان. دور مصر لا يوازيه دور سواء في النطاق العربي أو حتى الإقليمي والدولي لدعم ومساندة القضية الفلسطينية أمام كافة المحافل وخلال مختلف اللقاءات باعتبارها شقيقة العرب الكبرى صاحبة المساعي المقدرة والمواقف التاريخية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وبلورة التصورات الكفيلة بتفعيل جهود استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والعمل مع الشركاء لإحياء عملية السلام وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.